فانوس رمضان هو رمز لرمضان، بنحكي انه من شعائر رمضان للاطفال، بحب الاطفال يحملوا فانوس رمضان، الاهالي بيشتروا لهم اياهم، يعني اشي كتير حلو في رمضان. هاي الفكرة اجتنا من مصر، يعني الفانوس هو اساس تصنيعه بمصر، واحنا كنا نتبع الزملاء في مصر اللي بيشتغلوا بالسي ان سي الليزر، واخذنا الافكار منهم، يعني اغلب الافكار اللي بنشتغل فيها السي ان سي اللي هي لرمضان من مصر. احنا اكثر شغلنا للمدارس الخاصه والروضات، وبنبيع على الاونلاين على الفيسبوك على الانستغرام على القصص هاي. للاسف السوق المحلي مستحيل تلاقي عندنا فانوس في محل تجاري في نابلس مثلا او في رام الله او في طول كرم، والسبب الاستيراد من الصين ومن مصر، لانهم التجار بفتشوا على الشيء الاقل تكلفه بالنسبه لهم، وحتى لو كان اقل جوده بس المهم يكون التكلفه اقل. Come on.